النقطة اللي بعد كده هي الـ Equipment Verification. تمام، Equipment Verification دي احنا الكلام اللي هنتكلمه ده المصدر بتاعه منين؟ من CLSI Standard Clinical Laboratory Standard Institute QMS Quality Management System 13A. تمام، الدوكيمنت ده او الستاندرد ده يا جماعه هو اللي جايبين منه الكلام اللي هنقوله دلوقتي. خلاص، ايه هي الاكويبمنت فيريفيكيشن؟ احنا خلاص خلصنا، استلمنا الجهاز، خلاص الريسبشن، واقتنينا الجهاز، دخلناه في وسط بقيه الاجهزه، تمام، وادينا له هويه وكل حاجه. بدا ندخل بقى في مرحله الفيريفيكيشن، نتاكد ان الجهاز ده تمام في كل حاجه. فهي activities needed to ensure that the piece of equipment function as intended in the daily work environment. تمام، هي عبارة عن أنشطة لازمة للتأكد أن قطعة الجهاز اللي جت دي تعمل على النحو المنشود في بيئة العمل اليومية. خلاص تمام. كلمة equipment، equipment دي كلمة ما بتتجمعش، يعني هي مفيش حاجة اسمها equipments بالاس، لا هي equipment. عايز تقول قطعة واحدة عشان تحدد، قول a piece of equipment. خلاص تمام، يعني عشان اقول كلمة الجهاز، عشان ما اللي بيقرأ العبارة او يقرأ السطر يفهم احنا بنتكلم عن مفرد جهاز واحد. تمام، فبقول لك each piece of equipment. تمام، فبتبقى ايه استخدام المصطلح piece ده يشير ان هو مفرد، equipment ممكن تشير معدة او معدات مع بعض. فهو ايه لما اقول piece of equipment معناه انا عايز ال equipment لوحده كده، عشان بس تبقى القصة مفهومة يعني. طيب ايه هي الستبس بتاعه الاكويبمنت فيريفيكيشن؟ اربع ستبس. تمام، في حاجه اسمها انستليشن كواليفيكيشن فيريفيكيشن. خلاص، انستليشن اللي هو التركيب، تمام، مؤهلات تركيب الجهاز، المفروض اعمل فيريفيكيشن لمؤهلات تركيب الجهاز، هل الجهاز ده مؤهل انه يتركب بطريقه صح ولا لا، بس كده. تمام، الطريقه الصح مين بيحددها؟ المانيفاكتشر. خلاص، المانيفاكتشر، خلاص، بحيث تلائم بيئة العمل اليومية ولا لا. خلاص، دي أول نقطة. تاني نقطة Operation Qualification Verification OQ. تمام، إن الجهاز ده بيأوبريت بطريقة سليمة، خلاص بيشتغل بطريقة سليمة. تمام، دي تاني نقطة. تالت نقطة اللي هو Performance Qualification، إن الجهاز أداء الجهاز بعد ما أتأكد من تشغيله كويس، أتأكد إن الجهاز ده البرفورمانس بتاعه ممتاز. تمام، دي PQ او Performance Qualification Verification. تمام، رابع حاجة الـ Hazard Analysis. طبعا مش كله بيعمل القصص دي، او بيبقى بارت من الـ Hazard Assessment او Analysis في المعمل كله، غير الجهاز بس. طبعا احنا ايه بنتكلم على Equipment Management، فاحنا هنقول الجزئية دي تبع الاكويبمنت مانجمنت. تمام، انت بقى عايز تحطها تبع الهازارد اناليسيس عموما اللي في المعمل مفيش مشكله، بس احنا نجيب سيرته طالما هو ذكر في الدوكيمنت اللي كيو ام اس 13A احنا نقوله هنا برضو. خلاص، بعد ما خلصت الاربع خطوات دي، الانستليشن، الاوبريشن، البرفورمانس كواليفيكيشن فيريفيكيشن، ورابع واحده الهازارد اناليسيس، نخش على الاخر حاجه اللي هي الفيريفيكيشن ريبورت، اللي هو بيلم كل الدنيا دي في ريبورت واحد. تمام، دي ببساطه الستبس بتاعت ايه، بتاعت الاكويبمنت فيريفيكيشن. طيب بيقول لك ايه بقى، بيفور انيشيتنج ايتش ستيب، ستيب بلان او بروتوكول شود بي ابروفد باي ذا لاب دايركتور. تمام، قبل كل ستيب محتاج تعمل بلان او بروتوكول، خلاص تكتب فيه التفاصيل اللي هيحصل ايه بالظبط، وبعد كده تاخد الابروفال بتاع اللاب دايركتور قبل كل ستيب. يعني عندنا في الاي كيو هنا انستليشن كواليفيكيشن محتاجين الاي كيو بروتوكول ابروفال، وقبل الاوبريشنال كواليفيكيشن محتاجين الاو كيو بروتوكول ابروفال، وقبل البرفورمانس كواليفيكيشن محتاجين بي كيو بروتوكول ابروفال، والهازارد اناليسيس محتاجين هازارد اناليسيس اتش اي بلان ابروفال. تمام، فكل قبل كل ستيب في ابروفال. محتاجين برضو بعد كل step after the completion of each step the result of the step should be approved by the lab director. خلاص، خلصنا الانستليشن كواليفيكيشن
according للبروتوكول او البلان حصلنا على results. تمام، اتركب بطريقة مظبوطة، اتركب بطريقة وحشة، تمام. المهم في الاخر الريزلت دي المفروض تاخد ابروفال من اللاب دايركتور ان هو الامور تمام قبل ما انقل الخطوة اللي وراها، خلاص. وبرضه بعد الاوبريشنال كواليفيكيشن محتاج ابروفال للاو كيو ريزلتس، وبعد البرفورمانس كواليفيكيشن محتاج ابروفال للبي كيو ريزلتس، وبعد الهازارد اناليسيس محتاج ابروفال للهازارد اناليسيس ريكوردز او ريزلتس. عايزين نعرف مين المسؤول عن كل ستيب من الاربع ستيبس دول. بالنسبه للانستليشن والاوبريشنال كواليفيكيشن مسؤول عنهم المانيفاكتشرز سيرفيس انجينير. بالنسبه للبرفورمانس كواليفيكيشن المسؤول عنهم اللاب ستاف بلس اور ماينس مانيفاكتشر سبورت. خلاص اللاب ستاف لازم انكلودد في عمليه البرفورمانس فيريفيكيشن، لازم عشان يشوف ان القصه كلها ماشيه بطريقه مظبوطه ولا لا، لان هو اللي اشترى الجهاز هو اللي هيشتغل بيه، ويهمه جدا البرفورمانس يعرف هو مظبوط ولا لا، واتعمل البرفورمانس ده بطريقه مظبوطه ولا لا، وبعد كده متوقع مستقبلا ان هو اللي هيعمل البرفورمانس ده بطريقه ايه ريجولر، تمام. فيخلي باله من القصه دي. رابع حاجه الهازارد اناليسيس، تمام. دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه المانيفاكتشرر، مسؤوليه كمان اللابوراتوري. المانيفاكتشر بيعمل ايه؟ بيدنتيفاي الهازاردز، ليبل ذيم تو ذا لاب ستاف، تمام، بيوضحهم له في صوره ملصق، في صوره ورق، في صوره دوكيومنت، تمام. بعد كده بيكتب كمان الادفايس هاو تو ميتيجيت ذيم، ازاي اخفف من الهازاردز دي انها ريسك، يعني ازاي يعني اخلي بالي من ايه، ما اعملش ايه، امشي بستيب معينه، وهكذا. يحط كله الطرق او النصيحة how to mitigate them. طيب بالنسبة لللاب، اللاب يهتم بنقطتين. اول حاجة ان هو يدرب اللاب ستاف على التعامل مع الهازارد، يعرفها الاول ايه ويدربهم عليها، خلاص، وازاي ان هو يتجنبها الهازاردز دي. بعد كده تاني نقطة ان هو يوضح له اي information related للريسبونس تو هازارد اكسبوجر هيتصرف بيها ازاي، تمام. الريسبونس ده نفسه يعني لو حصل مثلا وقعت عليك حاجة، حصل ماس كهربائي، ايه اللي هيتصرف فيه بالظبط؟ المفروض الانفورميشن دي تكون مكتوبة وتبقى easily accessible. يعني ايه easily accessible؟ يعني متاحة للناس كلها بطريقة سهلة، ما اجيش مثلا اكتبها واحطها في درج مقفول بقفل ولا مقفول بمفتاح مع مدير المعمل، فمش عارف حصلت حريقه او حاجه في الجهاز، فمش عارف اللاب ستاف اللي شغال او الاوبريتور شغال على الجهاز يوصل لها. القصص دي كلها مهمه في الاخر. طيب هنتكلم عن كل ستيب فيهم ايه التفاصيل بتاعتها بالظبط. يعني الاي كيو شود كفر ذا فولوينج. هنعمل انستليشن، اول حاجه بنشوفها ايه؟ بنشوفها السيستم كومبوننتس، هل هي كلها كامله ولا ناقصه، تمام، وعشان نجهزها للتركيب. بعد كده بشوف الانفايرمنتال كونديشنز، الحاجات اللي في البيئه المحيطه، هل التمبريتشر مظبوطه، هل الهيوميديتي مظبوطه، هل في المكان اي الكتروماجنتيك فيلد ممكن ياثر على اداء الجهاز ولا لا. بعد كده في اليوتيليتي ريكويرمنتس، الحاجات الخدميه زي الميه، الباور سبلاي، الحاجات دي كلها، دي برضو ايه اخلي بالي منها. في برضو انستراكشنز فور اوبريشن اند باك اب ميكانيزم، المفروض يبقى موجود، تمام. واحيانا بيبقى في بينزل على السوفت وير في صوره سوفت وير، ملف بي دي اف او حاجه برينتبل تبقى موجوده. ده طبعا ده جزء لا يتجزأ من التركيب، لان هو بيحتاج، ده يعتبر قطعه من قطع الجهاز. يعني الدوكيومنتس دي اللي هي الانستراكشنز دي قطعه من قطع الجهاز وفاليبل، عشان دي بتوضح لي ده امس مظبوط. يعني بعد كده ال اي اس كوميونيكيشن اللي هو الكوميونيكيشن مع لابوراتوري انفورميشن سيستم، تمام، لو في، لو الاوبشن ده موجود في الجهاز. كونفيجريشن اكسس اللي هو ايه، مين اللي حق يدخل على الكونفيجريشن بتاع الجهاز يظبط حاجة، هل انت هتخلي حد من المعمل تدير الصلاحيات دي ولا الصلاحيات دي يقوم بيها المهندس بتاع الشركة بس او كده، تمام. الاكسس ده الدوكيمنتس اند ريكوردز، تمام، هل في المفروض بعد الانستليشن ده يبقى في دوكيمنتس
خاصة بالانستليشن، الانستراكشن زي ما قلنا، او ريكوردز ان هو تم بطريقة سليمة، وايه الحاجات اللي هي المفروض كانت هتتركب. تمام، مثلا دي تركبت مظبوط، وزي صورة تشيك ليست مثلا مكتوب فيها كل حاجة. تمام، وريكورد ان هو التركيب ده كان سليم ومامي. تمام، ده فيما يخص الانستليشن كواليفيكيشن. طيب هنتكلم عن كل ستيب منهم بالتفصيل. اول حاجه الانستليشن كواليفيكيشن، الاي كيو شوت كفر ذا فولوينج. اول حاجه سيستم كومبوننتس، بنشوف الاجزاء اللي هتتركب دي كامله ولا لا. تمام، الانفايرمنتال كونديشنز، خلاص هل التمبريتشر ملائمه للجهاز ولا لا، هل الهيوميديتي ملائمه ولا لا، هل في المكان الكتروماجنتيك فيلد ممكن ياثر على اداء الجهاز. تمام، بعد كده اليوتيليتي ريكويرمنتس زي ايه، زي مثلا الويست ديسبوزال، الووتر سبلاي بتاع الجهاز، الكهرباء الباور سبلاي. تمام، الحاجات دي كلها من الحاجات الخدميه اللي هي محتاجها الجهاز. تمام، باخدها في اعتباري وانا بعمل انستليشن. الانستراكشن فور اوبريشن اند باك اب ميكانيزمز، ده المفروض الانستراكشنز دي برضو تبقى موجوده ساعه التركيب. تمام، ممكن يبقى في صورة هارد كوبي، ممكن تبقى في صورة ملف بي دي اف متحمل على الجهاز مثلا. تمام، بيقول الاوبريشنز او الباك اب ميكانيزم ممكن اعمله ازاي. ال اي اس كوميونيكيشن اللي هو لابوراتوري انفورميشن سيستم كوميونيكيشن. تمام، لما اجي اركب الجهاز والجهاز فيه الاوبشن هو ممكن يتوصل بال اي اس، يبقى انا لازم اتاكد ان ده كمان اتركب كويس. بعد كده الكونفيجريشن اكسس، عندنا الكونفيجريشن بتاع الجهاز او السيتنج بتاعت الجهاز، الحاجات دي كلها مين اللي ليه صلاحيه يدخل عليها. تمام، هل هوكل حد في المعمل هو المنوط بيه ان هو اللي يدخل يظبط؟ تمام، ولا مسؤوليه مهندس السيرفيس انجينير بس هو المفروض يشوف القصه دي، ولا ايه بالظبط؟ تمام، فالكونفيجريشن اكسس ده المفروض يتظبط. اخر حاجه documents and records related للانستليشن كواليفيكيشن. تمام، الدوكيومنتس كلها احنا زي مثلا البلان اللي احنا قلنا عليها او البروتوكول، خلاص التشيك ليست اللي هو شايك عليه ان كل حاجه من دول اتركبت، خلاص وريكورد في الاخر ان هو تم التركيب بنجاح مثلا، ده اللي هو ريكورد او الريزلتس اللي هو هيبص عليها مدير المعمل. كده هي الاو كيو اوبريشنال كواليفيكيشن. تمام، دي شوت كفر ايه بقى؟ شوت كفر كاليبريشن، المعايره لكل من الاكويبمنت. تمام، والانالايت تيستنج، التستات اللي انا موجود على الجهاز ده هتعمله معايره وده هتعمله معايره. في الجزء بتاع الكاليبريشن لما نوصل له هنعرف الفرق ما بين الاثنين ايه. بعد كده كواليتي كنترول تيستنج، تمام اتاكد ان هو تمام. الكنترول ليميتس تبقى متحدده، وكمان مش كده بس، ده لو في اوبشن ان في اعمل مونيتورنج للكنترول. تمام، ولو في الارم بيبقى موجود اوبشن الارم مثلا، سواء فيجوال الارم بعلامة تعجب او بالارم اوديو الارم. تمام، بيب او صوت معين بيصدر من الجهاز ساعة ما يبقى كنترول فيلد. فالقصص دي كلها برضو اشيك عليها في الاوبريشنز. في حاجة اسمها سيفتي ليميتس وسكيورتي ليميتس. السيفتي ليميتس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان بارامترز معينه موجوده في الجهاز، الليميت بتاعتها لو تعداها الجهاز هيبقى الجهاز ده انسيف. تمام، انسيف لمين؟ انسيف للبرسونيل اللي بيشتغل على الجهاز، ممكن يعمل هارم ليه او ممكن يبقى دامج للاكويبمنت نفسه. خلاص، زي ايه البارامترز دي؟ زي التمبريتشر، لازم تحدد التمبريتشر ليميتس، البريشر ليميتس، الفولتج ليميتس، الحاجات دي كلها. تمام، برضو لو معاها الارم يبقى ممتاز. تاني حاجه اللي هي بقى السكيورتي ليميتس، السكيورتي ليميتس اللي هي حدود الامان. امان ايه؟ ان هو يبقى القصه كلها ممنوع حد يدخل يوصل للداتا الموجوده على الجهاز، ممكن يسرقها، ممكن يغير فيها، ممكن يبوظها. فلازم يبقى في ليميتس للقصه دي. في صوره ايه؟ في صوره بيعمل اكسس او لوك للدخول. تمام، باسورد بروتكشن مثلا او باكونت معين. تمام، برضو في restricted access area، المنطقة اللي فيها الجهاز نفسه يبقى فيها مكان مش أي حد يدخل مثلا في الأوضة بتاعة الجهاز ده مثلا يعني. تمام،
في برضو احيانا بيبقى في الاجهزه في حاجه اسمها emergency stop buttons، لو جهاز مثلا لقيته سخن قوي او في مشكله قوي الحق ودوس عليه بحيث تتاكد ان هو ايه الجهاز وقف بسرعه مثلا. تمام، احيانا بتبقى موجوده، دي تبع طبعا نقطه ال emergency stop buttons دي تبع السيفتي. تمام، النقطه اللي بعد كده الداتا ترانسفير اكروس الكترونيك انترفيسز. تمام، انت دلوقتي المفروض ده هيتوصل ب LIS. تمام، ال LIS هل الداتا اللي بتطلع من جهاز ال LIS بتتنقل بطريقه مظبوطه ولا لا؟ المفروض في سوفت وير في النص اسمه ميدل وير، اللي هو بيظبط نقل المعلومات ما بين الجهاز وما بين ال LIS، هل ده بيقوم بوظيفته كويس ولا لا؟ تمام، اتاكد من النقطه دي. اخر نقطه في الاوبريشن كواليفيكيشن هي التريننج اوف ستاف اند كومبتنس ايفالويشن، يعني هدرب الناس مسؤوليه مين، السيرفيس انجينير او لو حد معين هتحدده الشركه هو المسؤول عن تدريب الناس دي اللي هم اللاب ستاف اللي هو الاوبريتورز في المستقبل. يبقى هو يشوف القصه دي ويدربهم كويس، ومش كده بس، مش جاست تدريب بالكلام، لا، المفروض يشوف الكومبتنس ايفالويشن لكل واحد من الناس اللي دربها، هل هو بالتالتة اللي هي performance qualifications. تمام، اشوف البرفورمانس بتاع الجهاز اخباره ايه، خلاص احنا بنسميها برضو method verification. اشوف الميثود دي لكل تيست او كل بارامتر موجود على الجهاز، اشوف اعمل له verification هل هو البرفورمانس بتاعه مظبوط ولا مش مظبوط. تمام، طب ايه هي البارامترز دي بقى اللي هعمل لها verification؟ تمام، للبرفورمانس اول حاجه البريسيجن. البريسيجن اللي هو ايه، ادخل العين اكتر من مره، اخد القرايات، اشوف الفاريشن او الاختلاف ما بين القرايات وبعضها قد ايه. تمام، المفروض المانيفاكتشر بيحدد لي البريسيجن اللي هو في الاستادي اللي هو عملها كمانيفاكتشر، اشوف انا بقى البريسيجن بتاعي هل لو طلع اقل من او يساوي البريسيجن بتاع المانيفاكتشر يبقى انا كده الاستادي بتاعتي سكسسفول. تمام، واقدر اقول كده ان انا عملت فيريفيكيشن للبرفورمانس بتاع الانالايت ده فيما يخص البريسيشن. تمام، تاني حاجه الاكيوراسي. تمام، الاكيوراسي اللي هي لو دخلت العينه طلعت لي نتيجه، النتيجه دي قريبه قد ايه من الترو فاليو، برضو بيحدد لي مانيفاكتشر القصه دي. تمام، هو عامل استوديو كمانيفاكتشر خلاص وقال لي ان الاكيوراسي بتاعتنا كذا، فلو انا الاستوديو بتاعتي طلعت الاكيوراسي بتاعتي او البايس طلع يساوي او اقل من المانيفاكتشر يبقى انا كده تمام. في حاجات تانية بتأثر على الاكيوراسي خدها في حسباني زي الانترفيرنسز. المانيفاكتشر بيحدد لي مثلا يقول لي اللايبيميا لو الترايجلسرايد عند ليفل معين، الليفل ده فوقيه انا نتائجي مش مظبوطة كمانيفاكتشر. تمام، برضو ده بالنسبة لللايبيميا. بالنسبة للإكترس اللي هي البيروبين، برضو يقول البيروبين الليفل لما يبقى كذا فوق الليفل ده النتائج هتبقى مش مظبوطة. تمام، وبرضو الهيموليسيس يقول الفري هيموجلوبين لما يبقى في العينة أكتر من كذا النتائج هتبقى مش مظبوطة. فالسبيسيفيكيشنز دي لو أنا في إمكانية إن أنا أعمل لها فيريفيكيشن يبقى ممتاز. تمام، في حاجة تانية بعملها verification related accuracy، أيوة، اللي هي analytical sensitivity، اللي هي limit of detection limit of quantification. تمام، دي طبعا في درس method validation المفروض هنشرحها يعني. بعد كده آخر حاجة الكاري اوفر. الكاري اوفر برضه بتأثر على accuracy، إن عينة نتيجتها عالية. تمام، تأثر على إن عينة اللي وراها اللي هي نتيجتها تبقى normal أو قليلة. تمام، دي اسمها carry over. خلاص بشوف كاري اوفر ستادي بالذات لو الجهاز بتاعي ده فيه سنجل بروب. تمام، في بروب للسامبل وبروب والريجنت مع بعض في بروب واحد، ده ممكن يحصل كاري اوفر. تمام، يبقى الووشنج بتاع البروب مبيبقاش كويس مثلا او كده، فاخلي بالي. لو الجهاز عنده تو بروبس، واحد للريجنت واحد للسامبلينج، نوعا ما بتبقى الامور احسن يعني. تمام، طيب اللينياريتي. اللينياريتي برضو دي المفروض اعمل لها فيريفيكيشن. تمام، الجهاز بتاعي ده بيدي نتائج مظبوطه لغايه كام في الانالايت ده، يعني السكر مثلا يقول لك لينياريتي لغايه 500، معناها فوق ال 500 ده خلاص هيبقى النتائج مش مظبوطه.
طيب المانيفاكتشر قال لي الكلام ده، انا اكد عليه بقى في الاستادي بتاعتي. لو لقيت الكلام المانيفاكتشر مش مظبوط تمام، ممكن انا احدد هو لينير لغايه كام، اشوف ادق نتيجه. النتيجه دي بتبقى فيما يخص البريسيجن والاكيورسي تمام. أدق احسن حاجه وصلت لها لغايه رقم كام، واحدد انا بقى ايه اللينياريتي الجديده اللي انا همشي بيها في الشغل. بعد كده الميثود كومبارزن تو ا بريفيوس ميثودولوجي او اكويبمنت تمام. انا عندي الجهاز ده جديد، وفي عندي جهاز في المعمل اوريدي كان موجود، والجهاز ده مظبوط وتمام، معمول له مينتنس كويس، معمول له كاليبريشن كويس، معمول له فيريفيكيشن كويس، وكل حاجه فيه تمام التمام خلاص. ده بسميه ريفرنس ميثود. النيو ميثود دي هقارنها بالريفرنس ميثود خلاص، اشوف الاخبار ايه تمام كمقارنه. ده نوع من انواع ان انا بشوف الاكيوريسي خلاص، النتائج ده ايه والنتائج ده ايه. بتبقى مفيده اكتر كمان لو الجهاز ده القديم زي الجديد، نفس الموديل تمام، او نفس المانيفاكتشر تمام، بتبقى الكومبارسن سهله يعني خلاص. لو الاجهزه مختلفه في طريقه شغلها طبعا ما اقدرش اقارن بينها خلاص، انا كفايه ان انا اتشيك على الاكيوريسي اخبارها ايه وكده، احنا تمام يعني. طيب بعد كده defining establishing and verifying reference interval. المفروض المانيفاكتشر ده بيحدد لي لكل انالايت الريفرنس انترفال بتاعه ايه. انا كمعمل المفروض اعمل verification للريفرنس انترفال دي، لقيتها مظبوطه معايا وتمام اوكي هاخد بيها، لقيتها مش مظبوطه هضطر انا اعمل defining او establishing reference interval جديده تتناسب مع البوبيليشن بتاعي انا. يعني الجهاز ممكن يبقى اتعمل في ألمانيا، اتعمل في الصين، اتعمل في اليابان، أمريكا، كل واحد بيعمل الريفرنس انترفال للبوبيليشن الموجودة في بلد المانيفاكتشر. أنا بوبيليشن تاني مختلف خلاص، يبقى أنا المفروض أشوف إيه البوبيليشن بتاعي ريفرنس انترفال أخباره إيه. آخر نقطة هي الكومبليتنس أند كوركتنس أوف أوبريتنج بروسيجرز. أأكد إن هو الأوبريتنج بروسيجر بتاعت الجهاز كلها كومبليت وكوركت. ده جزء من البرفورمانس كواليفيكيشن تمام. في ناس بتعتبر ان هو ممكن اخد الناس اللي انا دربتهم اقيس البرفورمانس بتاعهم واحطه من ضمن البرفورمانس كواليفيكيشن تمام. اداء البرفورمانس بتاع الاوبريتور نفسه ده جزء من البرفورمانس كواليفيكيشن تمام. فالاوبريشن كواليفيكيشن ممكن تتضمن بس تريننج، والبرفورمانس كواليفيكيشن ممكن يتدرب، ممكن يبقى اسيس الايه البرفورمانس بتاع الاوبريتور ده، اشوفه هل التدريب اللي انا اديته له التدريب كان كويس ولا لا، هو فاهم ولا لا، بيشتغل بيعمل اوبريشن للجهاز بشكل صحيح، المينتنس بشكل صحيح، والكاليبريشن بشكل صحيح ولا لا. النقطة اللي بعد كده اللي هي الهازارد اناليسيس. الهازارد اناليسيس عبارة عن نقطتين مهمين. اول حاجة الـ identifying hazards، ايه هي الهازاردز المحتملة دي تمام. في بيقسموها نوعين، في standard equipment hazards تمام اللي هي مشتركة ما بين الأجهزة وبعضها، و specific equipment hazards يعني مثلا الجهاز ده فيه هازارد معين ممكن يحصل او هازاردز معينة ممكن تحصل تمام. بيسخن قوي يعني ممكن مثلا هينفجر، في ماس كهربائي، في باي هازاردز معينه ممكن تتنقل عن طريق الجهاز. يعني بيبقى معروف مثلا الحاجات بتاعت الراديو امين السي الراديشن ده هازارد. فالحاجات دي كلها في حاجه اسمها equipment specific hazard تمام. تاني حاجه بقى بعد الايدنتيفيكيشن في حاجه اسمها mitigating risks تمام، ان انا ازاي اقدر اخفف او اقلل من اثار من حدوث الايه الهازارد دي تمام. دي برضو بتتقسم لستاندرد سيفتي ميجرز تمام، وفي سبيسيفيك سيفتي ميجرز خلاص. طيب مسؤوليه مين الهازارد اناليسيس زي ما قلنا قبل كده، في رول اوف مانيفاكتشر وفي رول اوف لابوراتوري. المانيفاكتشر بيعمل ايه؟ بيعمل ايدنتيفاي ذا اكويبمنت هازاردز تمام، ذير اكويبمنت هازاردز. هو بيصنع أجهزة المفروض هو عارف ويعرف يعمل ايدنتيفيكيشن للهازاردز اللي هي ايه موجودة في الاكويبمنت اللي هو بيصنعه،
وليبل ذم، يعني بيعرفها وبيحطها تبقى واضحة تمام أو كلير بالنسبة للي هيقراها. بعد كده يدي نصيحة هاو تو ميتيجيت اللي هي الايه الريسكس دي تمام. بعد كده رول اوف لابوراتوري تمام، بيعمل ايه؟ بيقدم سيفتي تريننج تمام ذات ادريسز ذيس هازاردز تمام، يعني في تدريب على السيفتي فيما يتعلق بالجهاز ده. خلاص التدريب ده ممكن يبقى عن طريق مين؟ عن طريق حد معين مخصوص للقصة دي زي مسؤول السلامة والصحة المهنية مثلا، أو ممكن واحد تبع الشركة تمام خاص بالتدريب يدرب اللاب ستاف على النقطة دي. أول نقطة التدريب. تاني واحدة بقى إن هو إيه، في information related لإيه how to respond upon exposure تمام للهازاردز دي تمام within the workplace. انا دلوقتي اتعرضت للهازاردز دي تمام، هتصرف ازاي او ازاي الريسبونس بتاعي هيبقى ازاي؟ المفروض الداتا المتعلقه بالريسبونس دي تبقى مكتوبه وايزلي اكسسبل انفورميشن تمام. يعني ايه؟ يعني في متناول اليد، ما تبقاش مثلا حاططها في دولاب مقفول عليه بقفل ومفتاح او عند في المكتب الفلاني اللي هو او مش عارف مكانها فين. لا، الحاجات دي كلها المفروض تبقى مكتوبة واكسسبل لكل اللاب اوبريتورز. طيب احنا خلصنا الفور ستيبس بتاعت الايكويبمنت فيريفيكيشن، ندخل بقى على الحاجة النهائية اللي هي فيريفيكيشن ريبورت. ازاي نكتبه؟ هو عبارة عن ايه الاول؟ عبارة عن سامري اوف all verification activities اللي هم الأربعة اللي قلناهم. خلاص بتعمل ايه verification activities دي؟ used for assessing the equipment ability قدرة الجهاز to meet the specifications and intended use. خلاص الايه الشغل المنشود منه يعني. طب ايه الكونتنت بقى بتاعت ال verification report؟ تلات حاجات. أول حاجة البلانز والبروتوكولز لكل activity فيهم، الاي كيو والاو كيو والبي كيو والاتش اي. خلاص كل واحده زي ما قلنا قبل ما اعملها في بلان او بروتوكول ليها بيبقى ابروفد باي لاب دايركتور في صوره سيجنتشر. خلاص محتاج البلان او البروتوكول ده ومحتاج الابروفال معاه تمضي عليها. دي اول حاجه. تاني حاجه الريزلتس، الريزلتس لكل الستبس دي او الاكتيفيتيز دي. قلنا في نهايه كل اكتيفيتي في الريزلت او ريكورد ايه اللي حصل في الاكتيفيتي دي، برضو بعوزها وبعوز امضة مدير المعمل عليها. خلاص اخر حاجة any needed follow up actions before implementation. هل اي حاجة تاني recommend follow up actions معينة في item معين انا حاسه مش مظبوط محتاج اتابعه فترة قبل ما ايه قبل ما implement الجهاز في الشغل في المعمل. خلاص تمام. الفولو اب اكشنز دول برضو بتتكتب في الاخر في الايه في الفيريفيكيشن ريبورت. في الاخر خالص اللاب دايركتور شود ريفيو اند ابروف ذا فيريفيكيشن ريبورت. لو هو اللي مش هيكتبه على الاقل يراجعه ويعمله ابروفال في صوره سيجنتشر تمام. ده كده الفيريفيكيشن ريبورت. حاجه اسمها عندي اكويبمنت ري فيريفيكيشن تمام. امتى بعملها دي؟ بعملها لما يكون الاكويبمنت ده موجود في مكان فيكسد لوكيشن وبعد كده اتحرك من مكانه او غيرت فيه حاجه، غيرت فيه قطعه مهمه مثلا تمام، حتى حاجه باظت غيرتها. فبالتالي محتاج تعمل حاجه اسمها ريفيريفيكيشن. بعمل ريفيريفيكيشن لايه بالظبط؟ بعمل الانستليشن كواليفيكيشن والاوبريشنال كواليفيكيشن و sometimes الـ performance qualification حسب الكلام المكتوب في CLSI QMS 13A. خلاص طب ازاي بعمله؟ بعمل ايه؟ بعمل الـ re-verification وبقارن الـ result بتاعت الـ IQ والـ OQ تمام بالـ verification الأولاني. لقيت في significant change حصلت أو significant difference تمام في الـ records، لا انا كده محتاج ادخل على الـ PQ تمام. طيب لو ما لقيتش خلاص ممكن نكتفي بكده، الا لو ايه، الا لو manufacturer
لو مانيفاكتشر قال لي لازم تعمل التلاتة الاي كيو والاو كيو والبي كيو، خلاص انا امشي بكلام مانيفاكتشر. طالما المانيفاكتشر ما حددليش البي كيو خلاص هنكتفي بالاي كيو والاو كيو ريفيريفيكيشن، تمام؟ طالما هما كانوا كويسين وزي الفل مش محتاج اعمل البي كيو، تمام؟ يبقى بي كيو ريفيريفيكيشن mostly if the اي كيو اند او كيو ريفيريفيكيشن revealed that no changes were made to the process or output result there should be no need to revalidate PQ. خلاص تمام. Unless recommended by the manufacturer. في حاجة اسمها off label use اللي هو off label use of equipment اللي هو the use of equipment other than the stated that stated by the manufacturer. manufacturer قال لي استخدم الايكويبمنت ده بالطريقة الفلانية، انت قررت هتستخدم الايكويبمنت ده بطريقة تاني، خلاص ده بيسموه اوف ليبل يوز. اكزامبلز ليها لو مثلا هستخدم بيبيت تيبس للبيبيتا مش هي اللي ريكومندد باي مانيفاكتشر، تمام؟ انا جبت تيبس تانية، خلاص. فده مثال. مثال تاني مثلا ان انا استخدمت reagents other than those specified by the manufacturer، تمام؟ الجهاز ده open system بس manufacturer recommend الreagents اللي هو مصنعها لك بس فتحها لك المانيفاكتشر، الجهاز ده open، هتجيب reagent تانية من بره، خلاص يبقى انت المفروض تعمل لها validation study تأكد ان هي شغالة مظبوط. مثال تالت اللي هو مثلا نوع العينة، تمام؟ الجهاز اللي عندك ده مثلا blood counter بيشوف عينات blood، انت قررت فجأة ان انت عايز تشوفه يعد blood cells جوه عينة CSF او جوه عينة pleural fluid، خلاص المانيفاكتشر هو مصمم الجهاز ان يشتغل عينات blood مش عينات اي blood fluid تاني. ليه طبعا اعتبارات مثلا في حاجة اسمها matrix effect، تمام؟ بتختلف matrix ما بين blood والCSF وفي حاجات ممكن تعمل interference ولا لأ، فالحاجات دي كلها المانيفاكتشر بيحطها في حسبانه. انت جيت استخدمت استخدام مختلف عينة نوع مختلف، يبقى انت ايه تعمل validation study ان القصة دي valid، تمام؟ مثلا the use of third party software on a vendor supplied computer system، انت مثلا البائع ده ادالك كمبيوتر سيستم تمام شغال بيه في المعمل، انت قررت نفس الكمبيوتر ده بس هتشتغل بسوفت وير مختلف، خلاص تمام. يعني مثلا الجهاز الفلاني ده انا موصله جاي معاه سوفت وير عشان يقيس حاجه معينه، انت قررت تغير السوفت وير ده سوفت وير بمكان تاني ثيرد بارتي اللي هو مكان طرف تالت اللي هو مش انت ومش المانيفاكتشر، مكان تالت، تمام؟ استخدمته فانت مسؤول انك تعمل له فاليديشن، تمام؟ يبقى when equipment is used off label a laboratory specific validated procedure is needed and should be documented. هتستخدم ال equipment ده استخدام off label use، يبقى انت مسؤول ان انت تعمل validation procedure ان ال procedure انت شغال بيه بعد التعديلات ده valid، تمام؟ وبيطلع نتائج within acceptable performance، خلاص. ومش بس كده document الكلام ده كمان. انا خلصت بقى ايه، خلصت عملت selection الجهاز والجهاز استقبلته وعملت له acquisition وبعد كده عملنا له verification بالsteps بتاعته كلها والامور تمام. الخطوة اللي بعد كده ايه بقى، تمام؟ في حاجات لازم اتأكد منها ان هي متظبطة قبل ما احط الجهاز في الشغل عشان نبدأ اشتغل بيه روتين وورك، تمام؟ الحاجات دي لازم اخلي بالي منها ان هي جاهزة. اول حاجة as regards working instructions، في working instructions المفروض انا بحضر، تمام؟ equipment related SOPs standard operating procedures، تمام؟ فيها working instructions step by step سواء working instruction او calibration instructions او operation او maintenance او اي حاجة تاني، خلاص تمام. فالworking instructions لأي حاجة من دول لازم تبقى مكتوبة في SOP وجاهزة وstandardized وتم تدريب جميع ال operators على استخدام ال SOPs دي بطريقة مظبوطة، تمام؟
as regards using equipment، تمام، فيما يتعلق باستخدام الجهاز، المفروض تحدد مين هم الاوبريتورز اللي هيشتغلوا على الجهاز. خلاص assign operators، تمام، مين هم اللي هيشتغلوا دول، تمام، وتتأكد ان كل واحد منهم خد التدريب المناسب. خلاص، وبعد كده تحدد مش بس مين الاوبريتورز، مين اللي هم البيرسونز اللي هو authorized to use the equipment، تمام، مين اللي لسه الحين يستخدم الجهاز، تمام. يعني مثلا مش شرط يبقى الاوبريتور هو اللي يشتغل اللي صلاحية، بس ممكن ناس تانية بره الاوبريتورز ليها صلاحية. مثلا واحد في المعمل عندك اي تي ومحتاج يشيك ان الجهاز ده اللينك بينه وبين ال اي اس، تمام، مظبوط، ان هو بيودي الداتا من هنا لهنا مظبوط، تمام، دي مهمة. مثلا مسؤول الكواليتي محتاج يدخل على الجهاز يشوف الكيو سي داتا، تمام، هو مش اوبريتور، بتاع الكواليتي مانجر ده مش اوبريتور، بس هو في الاخر محتاج يشوف الكيو سي، خلاص، ويشوف اللي بتعمل كاليبريشن كيرف مظبوط ولا لا، حاجات اللي تابعه ليه. فهو البيرسونز اللي هم اوثرايزد تو يوز ذا اكويبمنت، تمام، مش بس الاوبريتورز، دول في فئة تانية من الناس لازم برضو احدد مين هم واقول ان هم دول الاوثرايزد تو يوز ذا اكويبمنت. النقطة اللي بعد كده اللي هي as regard calibration و performance verification، أو اللي هي الإيه الـ method verification. خلاص، أنت مفروض تحط لها بلان، تمام، هتمسك بقى الـ calibration ده مين هيعمله، هنعمله إزاي، إيه الـ instruction بتاعته، الـ SOP بتاعه جاهز ولا لأ، تمام، الـ calibration ده بيتعمل كل قد إيه. خلاص، نحط كده بلان ليه. وبرضو نفس القصة لل performance verification، احنا قلنا المفروض ساعة ما عملنا الجهاز، جبنا الجهاز جديد عملنا له verification، بس في scheduled performance verification بيتعمل regularly، كل فترة لازم اعمله على الاقل مرة في السنة مثلا، تمام، المفروض تحط البلان كلها، تمام، ماشي. بعد كده as regards maintenance، المفروض تعمل حاجة اسمها الـ Preventive Maintenance أو Periodic Preventive Maintenance Program، تمام؟ نفس القصة زي ما عملت للـ Calibration و Performance Verification، في Maintenance Program، Preventive Maintenance Program. الـ Maintenance ده، تمام، في منه حاجات ممكن يعملها الـ Operators، تمام، زي الـ Daily Maintenance والـ Weekly Maintenance، وفي حاجات responsibility بتاعت المهندس بتاع الشركة، تمام، من خلال عقد الصيانة اللي انت عملته. خلاص، فانت المفروض تحدد مين المسؤول عن ده ومين المسؤول عن ده، خلاص، تمام، ويتكتبوا في البروجرام بتاع ال periodic preventive maintenance. آخر حاجة بقى لازم تشيك ان ايه ال spare parts وال supplies وال consumables، كل قطع الغيار والمستلزمات والمستهلكات الخاصة بالجهاز ليها ريكوردينج سيستم، تمام، زي بيبقى ان اند اوت لوج، اللي هو ايه سجل وارد وصادر، تمام، السجل ده بنشوف فيه المخزون وبنشوف فيه الاستخدام معدله قد ايه والحاجات دي كلها.